لذلك احنا سوينا فد استطلاع من بغداد حتى نشوف الناس شلون تفكر تجاه موضوع عمليات التجميل، التخوف الموجود، وكل الامور اللي ذكرناها من تخوفات، من موضوع انه الطبيب غير مختص، من موضوع المواد، راح نشوفها في هذا الاستطلاع اللي الناس تحدثنا معاهم وبينوا لنا وجهه نظرهم. أنا رحت أكثر من مركز تجميلي، دخلت عليهم، أنا ما قصدي تجميل أو أروح أنه عندي كلف أو أنه عندي شغلة ثانية أو أروح أنه أسوي تنظيف أو هذا، يقنعون المقابل أنه أنت لازم تسوي غير شيء يخبل عليك، وهذه من أنت تجي تسوي يطلع شيء فاشل، بالمقابل أنه يأخذ المبالغ كلش هائلة. تجي تقول لك أنا طبيبة، يكتبون بالفيسبوك مواقع التواصل إحنا أطباء، إحنا من فلان دولة، من جايين عندنا تدريب، عندنا فلان شهادة، فلان شهادة، هسه الشهادة يشتروها ورقة ورقتين يشترون شهادة. بالنسبة للمراكز فهي صارت أي خطوتين تمشي رح تلقى لك مركز تجميلي هذا شنو، وصار حتى تهت علينا إنه هذا اختصاصه لو مو اختصاصه، إنه أنا فتحت مركز تجميل حتى لو ما مكملة دراسة نهائياً، يعني ولا بادي ولا أعرف أقرأ ولا أعرف أكتب، أجيب لك فد دكتورين تحت إيدي وأنا الإدارية، ليش؟ لأنه أنا اللي فتحت عندي كم مبلغ، أو عندي مثلاً أو كشخص إنه ظاهرة في شيء فتحت وتاهت علينا، من هذا اختصاصه وهذا مو اختصاصه. وقمنا هسه أنا من الناس إنه أريد أروح أسوي كم شغلة إلي، قمت أخاف أسويهن بمراكز تجميل، لأن أشوف على الإنترنت إنه واحدة سوت فيلر انه صارت لها فد شغله مو زينه او شيء، لان مو ياهل يجي انه دارس هالشيء وسواها، صار كليتها بفلوس. يعني كثره المراكز مو طبيعيه، اكو مراكز اصلا ما عندها الرخصه القانونيه، اكو مراكز لا عندها رخصه قانونيه. والبوتوكس والفيلر هاي كلها شغلات هاي حساسه، اكو اشخاص مو يحتاجوها، اكو اشخاص لا ما يحتاجوها بس يسووها، ويسووها عند شلون اقول لك دكاتره ما عندهم خبرات، وهذا الشيء راح يسوي كارثه بالشكل الانسان اصلا. هم شايفه موقف انه هيك صار؟ اي اكيد، خصوصا البنات مثلا هذا رخيص، راحت هذا المركز رخيص، خلى اسوي فيلر، سوت فيلر طلعت الماده كلش دنيئه، مش شلون ما كان دنيئه لدرجه مو طبيعيه تخشب الشفه كلش. والله شوفوا انا انصح طبعا، يعني اذا مو مرخص يعني لا يوصل له ولا يروح له، لان هواي ناس دكاتره يقولون احنا دكاتره واللي هم جو من برا ما نعرف عنهم كل شيء، اجى فتح مركز تجميل، تعرف احنا شويه القانون عندنا مو ذاك القانون الصارم اللي يحاسب مثل هيك اشياء. ممكن اغير اوكي مو غلط، بس ما اروح المرحله اروح نحت، اني اقدر اروح رياضه بدل النحت، في الشيء الصحي الي كصحه نفسيه وجسديه افضل من ما اروح لهذا هاي الناحيه. موضوع مدى ينصحني الطبيب بالشيء الصحي إلي دا أخذ في شيء لمجرد التجارة، فهنا الموضوع لازم أجيب شهاداتهم خبرتهم أدسهم يعني إلى فرق عالمية متمرسة على هالموضوع، أنه تدربهم وتدرسهم على هالموضوع حتى يشتغلون عليه، لأن شكلنا يهمنا صحتنا تهمنا، أكو أضرار يعني أكو شغلات سببت موت حتى، فيعني الموضوع خطر.